اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري، وحلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. الصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج، وصحتك يا ست الكل وصحه عائلتك وصحه زوجك وصحه ولادك في الاكل اللي بتعمليه في المطبخ. الموضوع ما فيهوش فك لوغاريتمات ولا الغاز، المطبخ عندك مكوناته الطبيعيه. احنا النهارده معانا سمك فيليه قشر بياض، انطلب مني من خلال السوشيال ميديا اعمله مشوي صحي. السمك دايما بياخد الزبده وياخد التوم وياخد الفليفر، البعض بيشويه بالرده اذا كان بولتا او بوري او سمك فيليه يتعمل بكاتا وهكذا من الامثال. النهارده هعمل السمك الفيليه مشوي بالشوفان، برقائق الشوفان اللي هي المرتبه الاولى في عادات التغذيه، ودكاتره التغذيه بقول لهم تحيه كبيره، دايما ينصح بالشوفان بالبروكلي الحاجات دي كلها. هنعمله النهارده مشوي ازاي؟ بافكار بسيطه وسهله. معانا بقى من خير ارضنا تشكيله من الخضار متقطع بشكل هندسي، اذا كان مبشور او متقطع كريهات صغيره، صويا صوص وزيت السمسم. هنعمل الطبق ده رز بالخضار، ولكن هناكل الجمبري الجامبو بطريقه غير مباشره. احنا عارفين اوميجا 3 موجوده فين؟ في الجمبري والفوسفور والقشريات اكتر حاجه، اما في زيت السمسم هو التركيز اللي هو بيخرج من السمسم نفسه، غني جدا باوميجا 3، يعني وداعا للنسيان وللشيخوخه. هنعمله النهارده فرايد رايس بالصويا صوص، يعني ايدك من الملح ما تجيش في المطبخ. معانا النهارده عصير لطيف وجميل بمناسبه الحر والصيف، وانا بدايه الحر وانا مع حضراتكم بنعمل ايس كريم، بنعمل عصاير، بنعمل سموزي. معايا سموزي النهارده الموز بالفانيليا. هل الفانيليا تنضرب في الخلاط وخلاص كده، ولا تسيح ناخد الفليفر بتاعها، وازاي نعمل اتحاد قوي بين الفانيليا والزبادي؟ الكلام ده هنشوفه مع بعض. تعالوا مع بعض نعمل السمك الفيليه قشر بياض او الفيليه بولتي، الفيليه اللي عندك اهم حاجه ما يكونش فيه حسك او شوك. هنعمله مشوي بالشوفان. المقادير على الشاشه. سمك فيليه قشر بياض، وده على فكره مجمد، وبعد ما فكته من الكيس وهتحطيه في الميكروويف ولا الفرن بتحطيه كده وتعصريه بايدك عادي، لازم نتكلم الحقيقه والمصداقيه، جاي من اي سوبر ماركت. ومعانا شوفان، رقائق الشوفان اللي بيوصي بيه دكاتره التغذيه، ومعانا توم، معلقه فليفله حلوه، شويه بهارات حلوين، ممكن نحط معلقه زيت سمسم في التتبيله بتاعه السمك تبقى لطيفه وجميله بما ان احنا مش هنستخدم زبده. تعالوا نشوف هنعمل التتبيله بتاعته ازاي. معانا التوم اهوت، معانا الفليفله الحلوه، حلو. لا مش هحط صويا صوص، الصويا صوص وحشه مع السمك بالذات، مش مع كل السمك، ممكن تحط في خلطه الجمبري. اه معلقه فليفله حلوه اللي هي الهريسه الحلوه زي الفل، ومعلقه زيت سمسم صغيره ما نكترش لاني عشان التوبنج وعشان الشوفان ما يفصلش من الحشوه. فهما نعمل ايه بقى التركايه الحلوه بقى؟ طالما حطيت كده اعمل ايه يا عم الشيف؟ عندي نشا وعايز الشوفان يلبد او يقفش مع السمك، اعمل ايه؟ بحط معلقه النشا دي كده في التتبيله، حلو؟ عصره ليمون يا عم الشيف، الله عليك، تتبيله خاصه حصريا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. خدي بقى التركايه يا استاذه رحاب، دي مش موجودة في المقادير. عملت زي الفنان العظيم الكوميديان طبعا ربنا يديله الصحة الأستاذ عادل إمام. دايما كان يخرج بره النص، والحتة اللي بره النص دي بتسمع وبتبقى لها إيه تركاتها كده ولها حبايبها. مش موجود في المقادير بياض بيضة. اكتبوها في المقادير بياض بيضة. هي جت دلوقتي على بالي بصراحة يعني. ففي حاجات كده بتيجي رزق يعني. شفتي ناخد البياض ده كده بالراحة خالص، أوعى. زي الفل. ده بياض البيض بس في التتبيلة، وهنشيل الصفار اللي نزل ده كده عشان الكوليسترول، مع ان انا لو سبته مفيش اي مشكلة. حلو، زي الفل يا عم الشيف. كده بياض بيضة مع معلقة النشا مع التوم مع عصير الليمون، كل دول مع بعض في قلب التتبيلة. هتحط ملح، قليل من الملح، حلو قوي. هتحط شوية فلفل اسود، قليل من الفلفل الاسود حسب الرغبة، ونقلب الخلطة الحلوة دي كلها مع بعض. يلا خدوا المقادير تاني، أكيد كتبتوا البياض البيض أساتذة طبعا ما شاء الله، إيه الحلاوة دي.
تاني عملت ايه يا عم الشيف؟ معلقه نشا مع توم معلقه فلفله حلوه عشان تدي لون حلو برونزي، وعصره ليمون، ومعلقه زيت سمسم. طبعا معلقه النشا هنا هي سيد الموقف، هي اللي هتلم الشمل. نعمين اهو، شفتوا التتبيله دي كده اهو، ما فيهاش لا توم، سوري ما فيهاش لا كزبره ولا كمون خالص. الكمون والكزبره مش بيحبوا الشوفان، ولا الشوفان بيحبه، بيبقى دايما الشوفان بيبقى هو عايز سيد الموقف كده. طعم. فاللي انا حاطه ده يناسب رقائق الشوفان. نعم، سؤال وجيه جدا ما شاء الله، شكلك بتذاكر يا فاروق. بيقول لي ينفع نعمل بالخلطه دي صدور فراخ؟ ينفع، بس في حاله لما نعمل صدور فراخ ممكن نحط شويه كاري او شويه كركم وشويه قرفه، مفيش اي مشكله، على نفس المقادير دي كده. التتبيله دي حلوه قوي يا عبد الشيف. هاخد السمك الفيليه الحلو ده كده اسقطه هنا. الله، هي الليله والتركايه معلقه النشا اللي انا حطيتها وبياض البيضه. بس جت على بالي ازاي؟ دايما اللي بيبقى عنده نيه الثقه في العمل ونيه الاخلاص في العمل ونيه الابداع في العمل ربنا بيرزقه بالفكر ويهديه للفكر، والفكر ده نعمه ورزق من ربنا. الرزق مش فلوس وخلاص، لا، الرزق ده بيبقى فكر، ابداع، واحد ربنا بيلهمه بصوت حلو، واحد ربنا بيلهمه انه يكون شاعر كبير، واحد ربنا بيلهمه انه يكون ملحن كبير، واحد ربنا بيلهمه انه يكون مهندس يخطط لعماير سكنيه. دي حاجه بقى تانية. الشوفان بتاعنا الحلو ده كده بنحطه هنا اهو، بس خلاص. هتغلف كده بالشوفان؟ طبعا لا. حلو ده الشوفان بتاعنا الجميل بالشكل ده كده. كل قصه ان انا احط له شويه فليفر بعيد عن الملح. الفليفر ده بيكون شويه بابريكا عشان يبقى زي البسكوته كده. حلو، شويه كاري صغيرين على الشوفان، شويه زعتر على الشوفان بس، ونقلبه. وفي صينيه في الفرن عندي هجيبها بتسخن. حلو اهو. نعم، ما انا بقول لك تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. الليله والقصه والخبره في معلقه النشا اللي انا حطيتها وبياض البيضه، هي دي اللي بتديني الثقه في ان الطبق ده والخلطه دي مش هتسيب من السمك. هاخد الصينيه الحلوه دي كده واشيل الرز ده من النار عشان اشتغل على العين دي. الله، واعلي النار. سؤال وجيه جدا مخرجنا بيقول لي ليه سخنت الصينيه في الفرن؟ ليه؟ رقم واحد، من الناحية التكنيكية والفنية، عشان مفيش مكان معايا على البوتاجاز فأنا استغليت الفرن في تسخين الصينية. رقم اتنين، من الناحية الطهوية، عشان لما أحط السمك الفيليه في الصينية ما يلزقش. قال لك إيه؟ اضرب الحديد وهو سخن. هنحط نجيب كوبايتين من الدقيق، بنخلط عليهم 4 معالق من السميد الناعم، بندوب سمنة بلدي حلوة مع 2 معلقة من السكر، 1/2 معلقة خميرة، 1 معلقة بيكنج باودر، بيضة، ونعجن العجينة بتاعتنا بشوية لبن، وفي الآخر يا ست الكل بنسيبها تتخمر. دي المرحلة الأولى. بعد التخمير بنقسطها، ومعنى كلمة تقسيط في لغة البكري أو الخبازين يعني نقطعها صغيرة كده قد صفار البيضة، وبعدين ندورها كده زي التمراية ونبدأ إن إحنا نشكلها بالشوكة رموش ست. هو ده الشرح النظري، ولكن العملي أنا عملته امبارح وموجود على السوشيال ميديا لإخواننا اللي بيتابعوا الحلقة معانا دلوقتي. بتطلع من الفرن بعد ما بتستوي، نقابلها بزغروطة حلوة من الشربات، يا شرباطة إنتي، أو بالعسل. شفتوا السمك الفيليه في قلب الطاسة إزاي؟ يلزق مين يا راجل يا طيب؟ امال احنا بنسخن الطاسه ليه او الحله ليه او اللي احنا هنحمر فيها ليه؟
علشان موضوع ان الحاجه ما تلزقش فيها. بتشوي برجر، بتشوي سجق، بتشوي كبده، لازم تكون الطاسه او الجريلا درجه حراره كويسه. ودايما يا اختي تستخدمي المعادن والاواني في اللي هي اواني الطهي او اواني التحمير او اواني الشوي، لازم تكون السميكه. ما تجيبيش الاواني اللي هي مش سميكه واللي هي ملهاش سماكه. ليه يا عم الشيف؟ عشان ما تحرقش الحاجه، وفي نفس الوقت الحاجه لما تكون سميكه الاواني او طرق الشوي او الجريلا بتكون بتحتفظ بدرجه حرارتها. ويفضل الاواني اللي مصنوعه من حديد الزهر. دايما يعملوا الجريلات والشوايات من الزهر. ليه الزهر يا عم الشيف؟ درسونا في الثانويه العامه الحديد الزهر يحتفظ بدرجه الحراره اكبر وقت ممكن. الحديد المطاوع، واسمه كلمه مطاوع، يتمدد بالحراره وينكمش بالبروده. نرجع بقى لزمان، خلينا طبعا من حصه الكيمياء دي نطلع في كيمياء ولا فيزياء؟ نطلع فاصل صغير وتشوف هي كيمياء ولا فيزياء. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الصورة الحلوة دايما لما بتكون حلوة زي ما حضراتكم شايفينها كده بتتحدث عن نفسها، ولكن دايما الشيف المغازي يقول لك الصورة الحلوة على شاشة القناة الأولى بالذات وبالأخص تعني مليون كلمة. ليه يا عم الشيف؟ معانا فرسان التلفزيون المصري، معانا الإخراج الحلو، معانا الإنارة الحلوة، معانا فريق عمل من الفنيين ممتاز، كله يشتغل على قلب واحد ونفس واحد. ليه يا عم الشيف؟ لإرضاء حضراتكم. سمك الفيليه قدام حضراتكم. حاضر يا غالي، اوريك السمك دلوقتي، متقلقش هو استوى. واوريك ازاي التوبنج اللي انا حطيته على السمكه من الشوفان مفكش زي الفل. ده خالص تمام. تعالوا نغرف السمك مع بعض ونشتغل في العصير مع بعض. السمك ده يحتاج ايه يا عم الشيف؟ السيرفيس ده على شكل سمكه. اختيارك برضو للاطباق اللي بتغرفي فيها مهم جدا. كده كده هتحطيه في طبق، بس لما يكون الطبق ده بالشكل ده كده، الله ايه الحلاوه دي. شفت الفص ده؟ شفت الفص ده يا ويلي؟ هو ده. شفت شوف الحلاوه دي. قطمة. لوز يا لوز. اللهم صل على النبي. ممكن على فكره تعملي الصوص وتقدميها معاها. ايه الصوص يا عم الشيف؟ ممكن صوص طماطم لطيف وجميل، طماطم مضروبه في الخلاط مع تومه وشويه حبه او زعتر مع عليه سكر عشان الحموضه. ممكن تقدميه مع توميه، مايونيز لاولادك، كاتشب حسب الرغبه. نخليه هنا. يا فندم السمك زي الفل. الف هنا وشافه. معانا ليمون. انا هعمل دلوقتي عصير السموزي مع حضراتكم. سموزي الموز بطعم الفانيليا. استخدمنا للفانيليا ازاي هنشوف مع بعض حالا، وازاي طعم العصير يبقى فانيليا. لو حطيت الفانيليا على البارد وضربتها في الخلاط مش هتشم ريحتها. طب انت هتعمل ايه يا فيلسوف؟ اصبر على رزقك. ده السمك. بس خلاص. حلو. هناخد الفانيليا مع شويه حليب وندوبها على النار. شويه حليب قد ايه يعني يا عم الشيف؟ يعني تقريبا معلقتين من الحليب تدوب بس الفانيليا. لان احنا لما بنحطها الفانيليا لما بنحطها يا ست الكل على البيض بيخش النار. لما بنحطها على حليب في كيكه بتخش النار. ده مش هيخش النار، وانا عايز طعم الفانيليا يبقى ظاهر وواضح معايا يا عم الشيف مع العصير بتاعي. اول ما اشم ريحه الفانيليا
طبيعي كانك بتعملي مهلبيه. زي ما عملت المستكه كده في الايس كريم، حطيت المستكه مع شويه سكر كراميل، اتكرملت المستكه مع السكر، فكان طعم الكراميل بطعم المستكه في قلب العصير. طبعا اشكر حضراتكم من خلال السوشيال ميديا والتواصل والناس اللي بتشكرني وبتديني طاقه بالكلام الحلو. الله على الريحه يا استاذ، المصورين يشهدوا على كده ريحه الفانيليا. هل ده يتضرب في العصير؟ على مسؤوليتي انا. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ بص على الحلاوه بالله عليك، حصري حصري على فين؟ على فين؟ على التلج. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، هو ده. تعال ناخد العصير بتاعنا والخلاط بتاعنا الجميل الحلو، جايبينه من المصروف، خلاط السموزي بتاع التلج، ونضرب ده كله في قلب الخلاط. انت بتعملي عصير موز من 20 سنه احسن مني، بس قولي لي مره كده دوبت الفانيليا في شويه حليب وحطيتها على التلج وعملت الموز بطعم الفانيليا؟ الموز اللي في السوق دلوقتي مش طعمه حلو، مش عارف اشتري موز. هتقولي ليه؟ بروح البيت ماليش طعمه حلو. حلو. موز بطعم الفانيليا، فين الفانيليا؟ دوبتها في شويه حليب وحطيتها على التلج وسبتها، خلاص بقى التلج طعمه الفانيليا. نفس القصه لما تيجي تعملي ايس كريم بطعم الفانيليا، ولكن في فانيليا كمان سائله، صدقيني مش هتديك الطعم الا برضو لما تخش النار. الفانيليا اللي هي بشبه الصويا صوص، واخده شكل الصويا صوص. الله، طبعا طبعا حلو قوي يا استاذ رحاب. الموز انا ده مش شاريه، الموز ده لقيته عندي خلاص استوى، والموز لما بيستوي من بره مش معناته باظ. الاولاد مش بيعجبهم شكل القشره، فليك الاختيار، الموز ده تعمليه زلابيه، الموز تعمليه بسكويتة، الموز ممكن تحطيه في الكيكه طالما استوى، حط شويه السكر او ممكن تحط عسل. يا عسل نحط التلج. الله، عينيا بس اشغل الخلاط والله. حاضر يا فندم. قولوا لي عايزين نخلص، عايزين نختم. طب سيبونا اشرب العصير ده عشان الجو حر، ننزل بالتلج بالحليب المسلج. يلا مع السلامه. الفانيليا ريحتها تطلع من قلب الخلاط. لا 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 لا، هو ده. بس خلاص، سموزي الموز بطعم الفانيليا. الله عليك يا عم الشيف يا صبابين العصير. الله، زيدوا شرباته. حلو، بعدها لك دي يا مخرجنا كوبايه العصير دي. الناس اللي بتحب الفانيليا زيي، انا احب الفانيليا في طعم الرز بلبن، في طعم المهلبيه، عصيده بطعم الفانيليا. الف هنا وشفا. حلقتنا النهارده الاكل صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. شيف المغازي دوره بيساعد حضرتك، بيخش المطبخ بنفس المكونات بنفس الماتيريال بنفس اللي موجود في الثلاجه، بنعمل الاكل بتاعنا صحي بنسبه تقريبا تعدي 80%. عملنا السمك الفيليه بالشوفان، عملنا رز بالخضار من خير ارضنا والتكنيك العالي مع الصويا صوص وزيت السمسم، عملنا عصير يتحدث عن نفسه وحصري على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، استخدام الفانيليا في العصائر بتكنيك عالي من الخبرة. رؤية فن إبداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.
We'll be right back.